عدت إلى أرذل العمر لكي لا يعلم ومنكم من يعد إلى أرذل العمر لكي وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو الحق وأنه كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير فيه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به
أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. رحم الله من قرأ الفاتحة لأرواح الشهداء. الفاتحة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون، وأفوض أمري وحالي إلى الله، إن الله بصير بالعباد. صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى آل بيتك المظلوم. صلى الله عليك يا أبا عبد الله يا ابن رسول الله وابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصين وابن فاطمة الزهراء سيدتي وسيدة نساء العالمين، ما خاب ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجا والتجا إليكم. يا ليتنا يا ليتنا كنا معكم 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 لا مع غيركم فوزا عظيما. إن كنت تعلم ما في القلب من شجني، ماذا قطرفك يوما طيبا وسني، ولو رأيت غداة البين وقفتنا أسلت قلبك دمعا كالحيا الهتني. ناديت من طوح الحادي بضعنهم وراح يطوي فيا في الأرض
بالبدن يا راحلين يا راحلين بقلبي والفؤاد معا رفقا بقلب محب ناحل البدن أخفي محبتكم كي لا ينم بنا واشي ولكن دمع العين يفضحني دعنك يا سعد ذكر الغانيات ودع عنك البكاء على الأطلال ودمني واسمع بخطب جرى في كربلاء على آل النبي ونوح في السر والعلن يوم به المصطفى باتت حشاشته حرا ولم ترق عيني من أبي حسن لم أنس ناصر دين الله منفردا وفيه أحدق أهل الشرك والإحن يرنو إلى الصاحب فوق الترب تحسبهم بدورة من بدت في الحال كل دجوني يرجع إلى المخيمات يكفكف دموع أنصاره كلهم على واهنة الرمضة يخاطب من ذا للجواب ولا متين والصحب صرعى والنصير قليل فأتته زينب بالجواد تقوده والدام من أثر الفراق يسيل أخي هل رأيت أختا أقسى من أختك زينب تقدم لأخيها فرس المنية إلا خلصت رجاء جيلا وقف متحير حسين رد للمخيم مقصد وداع النساوي بوداعة الله يصيح زينب يا سكينة حافظكم الله وطبق ضجا يا ولينا عنا تروحوا من بعد وصيت بينا وحسين يسترجع وبس يدير بالعين فر الحواسر والإزر بالحال طاحت والكل على حسين اشبحت والروح راحت وتجلدت زينب على الشدة وصاحت بعدك يا خويا هالحراير تلتجي وين كيف المصار لو
جلجل الليل بظلامه واحنا حريم وخايف وعدنا يتامى وهالعسكر المنشوم ما ندري شمرام يا هول يصاليها يا تريد رجال ظفرين قالها بصبر حيدار تلقيها النوايب كعبان صفيتي للرزايا والمصايب سلب وسب وتشهير ما بين الأجانب وبهالعليل وراسنا الكوفة تطبين قال صبر مالي بعد أهل على فرقاك للموت خذني يا عزيز الروح وياك بهالبر تضيعنا وللشدة ذخرناك وقبلت نحرا وصاحت الله وياك يا حسين ولكن الأمر لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين من عهد لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه إلى واليه على مصر مالك مخاطبا إياه الناس صنفان إما أخ لك في الدين وإما نظير لك في الخلق أطلوا مجلسنا هذا بذكر الصلاة على محمد وآل محمد. وارحمنا بمحمد وآل محمد الأطيبين الأطهرين. هذا العهد الذي عهده أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه إلى من بعثه لولاية مصر وهو ذاك الأوحدي والعظيم الذي له منزلة كبرى وعظمى عند أمير المؤمنين وهو الذي يقول في حق مالك كان مالك لي كما كنت لرسول الله صلى الله عليه وآله فشخصية عظيمة والعهد الذي عهد لهذه الشخصية أيضا عظيم طبعا هذا العهد هو طويل من أراد أن يقرأ هذا العهد بكل تفاصيله يستطيع أن يرجع إلى كتاب مثلا نهج البلاغة مذكور هذا العهد بكل تفاصيله لكن ما يهمني في هذه الليلة بخدمتكم هو هذا المقطع المهم والأساس الأصيل في كيفية التعامل بين الناس والذي يريد أن يختصر اليوم ما تنادي به الأمم من حقوق للإنسانية تستطيع أن تختصر هذه الكلمات كلها في هذه العبارة التي قال فيها الناس صنفان أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق يعني اليوم إذا أردنا دستور نستطيع من خلاله أن نحفظ حقوق الناس بشكل عام وحقوق الإخوة في الدين بشكل خاص علينا بمراعاة هذا
عهد وخصوصا هذا المقطع منه، لأن اليوم كثير من يتشدق ويتحدث عن حقوق الناس وحقوق الإنسانية وحقوق الإنسان وغير ذلك من التعابير، لكن مجرد كلام يطلق هكذا جزافا تنظير، يعني ليس له واقع. لكن أمير المؤمنين سلام الله عليه هذه الكلمات قد مثلها واقعا، هو نفذها أولا وبعد ذلك طلب من الآخرين أن ينفذوها وأن يمتثلوها. يعني أمير المؤمنين من يأتي إلى سيرة أمير المؤمنين يراه قد يعني عاش هذه الكلمات، مو فقط قول وكلام نظري ليس له واقع عملي. يعني أمير المؤمنين سلام الله عليه كان صاحب صدر واسع وكبير، وكان يتحمل كل ما يدور حوله من انتقاد حتى لو كان غير صحيح. لذلك تشوفه في كثير من المواقع والمواقف، كما يذكرون بأنه يوما من الأيام كان خارجا من المسجد، مسجد الكوفة، يوقفه أحدهم يقول له، أولا قال له يا علي ولم يناديه بإمرة المؤمنين. اليوم أنت تشوف إذا واحد يريد يتكلم له إيه، قد يكون صاحب إدارة مدير في وزارة من وزارات الدولة، اليوم يحتاج أن يأتي بقائمة طويلة من الألقاب ومن الاحترامات، سيادة وكذا وغيره، وده حتى يوصل لاسم المسؤول، ومع ذلك ما يرضى، بعد ما تعرف أنه يرضى عن ذلك ما يرضى. بينما أمير المؤمنين جاء هذا الرجل وقال له يا علي، ولم يقل له أمير المؤمنين. بعض الروايات تقول أصلا لم يسلم عليه سلام، ما سلم عليه، فقال له يا علي ما عندك؟ قال أنا، اسمع الكلمات وشوف الحوار وشوف اليوم في واقعنا موجود لو لا. قال له أنا أولا لا أحبك، لم تنطبق الدنيا على الأرض لا لم تحبني، راحت على كل حال. قال له الشيء الثاني، وأنا أيضا لا أحضر معك لا في جمعة ولا في جماعة. كنا أنا أتكلم بدال أمير المؤمنين أقول وسعت المكان. بعد قال وأيضا لا أخرج معك في جهاد. وظل يعني كأنما أنا أحس هذا الرجل جاي يستفز أمير المؤمنين أكثر من أي شيء آخر. يعني يريد يشوف هذا الرجل شنو. يعني أمير المؤمنين أبدا لم يجيبه بشيء، قال حقك على كل حال، أنت على كل حال يعني حر فيما تقول وما تفعل، ولكن أنا علي شرط واحد، إذا تلتزم أنا ما يهمني هالكلام كله. قال فقط أن يكون الناس من لسانك ويدك في أمان. يوم اللي يأمن الناس من لسانك ويدك ما عندي أي مشكلة في اللي تقوله هذا كله، ويأتيك معاشك راتبك من بيت المال إلى بيتك، ما يحتاج حتى يجي شنو الطالب مثلك مثل الآخرين بحقوقك وراتبك ومعاشك من وين؟ من بيت المال. انت احفظي هذه الشغلتين، أن الناس يكونون في مأمن منك من لسانك ومن يدك، خلاص تحبني ما تحبني مو مشكلة، تحضر معي في جمعة أو جماعة مو مشكلة، تحضر معي في جهاد أو لا تحضر مو مشكلة. أعطانا الأساس أمير المؤمنين، خلي يسلم الناس. لذلك ولا مصداق كلام الرسول صلى الله عليه وآله عندما يقول المسلم من سلم الناس من لسانه ويده. وبالعكس أنا اليوم أقول محتاجين للسانه أكثر، أن تأمن الناس من لسانه أكثر. قد يكون اليد نعم لها آثار كثيرة، ولكن اللسان اليوم أشوف تأثيره في المجتمعات وفي إثارة الفتن أكثر من غيره. وانت اللي قاعد تشوفه اليوم من انتهاك للأعراض، من قتل للأبرياء وغير ذلك من الأمور، كل حصائد الألسن، فتوى يفتيها أرعن
في زاوية من زوايا بلداننا الأعرابية ممكن أن يسفك الدماء في بلدان كثيرة، وهذا اللي تشوفه اليوم وأخيرا بيوم الجمعة. يعني هذه كلها فتاوى، يعني هؤلاء لم يأتوا هكذا، هذا اللي جاء وقام بهذا العمل الإجرامي إما كان في القطيف أو في الدمام، هذا ما جاء هكذا يعني شغلة من بنات أفكاره، يعني لا، هذا جاء وفق فتوى شرعية. هذا قالوا له بأن كل ما تقتل هكذا عدد من الروافض فلك كذا من الأجر، وهذا الكلام عينا ما قاله، والتاريخ يعيد نفسه. شو يقول ذاك شريح؟ الحسين خرج عن حده فقتل بسيف جده. الحسين مات وقتل بفتوى، واليوم شيعة الحسين يقتلون بفتوى. لذلك هذا شقد اللسان مهم اليوم، واحد يلزمه يعني. فلذلك أمير المؤمنين خاطب مالك يقول مقياسك في التعامل مع الناس شنو؟ خب إذا خلصت أنت الآن كفرت وطلعت من الدين، على الأقل هو نظير لك في الخلق، إنسان. والإنسان ما له حق حتى يعيش آمن؟ أنا أسأل هؤلاء وأوجه خطابي لهم، لا تعتبرون شيعة أهل البيت بأنهم مسلمون، على الأقل لا تعتبرون إنسان بشر؟ بأي فتوى، بأي دين، بأي مذهب، إنسان بريء كذا يمارس طقوس عبادته يفجر، لا لشيء إلا لأنه يوالي علي بن أبي طالب. وطبعا اليوم بعضهم يجي يكيل اللعنات إلى من قام بهذا الفعل، احنا نقول لا، هذا صحيح يتحمل مسؤولية كبرى هذا الذي نفذ العملية، ولكن أنا أقول ما هو إلا أداة وآلة، بالنتيجة هذا أداة وآلة، من أراد أن يحاسب هؤلاء لا، لابد أن يحاسب من كتب في الكتب ومن جعل المناهج الدراسية على هكذا منهاج. انت شلون تريد هذا يحترمني؟ شلون تريد هذا يحفظ لي حقي في الحياة وأنا أدرس وأعلم منذ نعومة أطفالي وهو في الصف الأول بأن هؤلاء كفرة، بأن هؤلاء زنادقة، بأن هؤلاء عبدت قبور، عبدت أحجار، هذا بعد ذلك ينشأ على شنو؟ لذلك اليوم من يريد أن يحاسب يحاسب من وضع المناهج، يحاسب هذه الوزارات التي تعنى بشؤون التعليم وكما يسمونها تعليم وتربية بالنص بأن الشيعة كذا وكذا، ارجع إلى مناهجهم الدراسية وشوف. المشكلة اليوم احنا مو عندنا انه هذه حالة الآن وحالتين وثلاث وجاي تحصل، ترى لا تفكر بأن المسألة توقف عند هذا الحد، ولا لا يبين أن المسألة سيالة يعني ومضطردة وممكن تحدث في أي مكان، ماكو مكان اليوم في مأمن من هذا الفكر، فكر الضال. اليوم احتمالات مفتوحة في كل مكان، احنا ما نريد نخوف الناس مثل ما بعضهم يقول لا كذا ولا تحيون ولا تطلعون ولا تتجمعون ولا تصلون ولا كذا، لا، نقول احنا هذا الطريق طريق أهل البيت من أول يوم إلى يوم القيامة محفوف بالمخاطر، هذا الطريق طريق علي بن أبي طالب، ما قال ذاك أنا أحب الله، يقول له الرسول فاستعد لي للفقر، قال له أنا أحب علي بن أبي طالب، قال له فاستعد لكثرة الأعداء، هذا الطريق سالكون على كل حال رايحين احنا فيه، وأبدا نتنازل عن هذا الطريق، لكن لابد من الحذر اليوم، وهذا ما بينه العلماء في بياناته في يوم أمس وكذلك في يوم قبل أمس، لأنه على المؤمنين على كذا أن يلتفتوا، خصوصا حجاي على النصف من شعبان مثلا، وهذا من يعني أكثر التجمعات عندنا تقريبا، وتزدحم المآتم والطرقات والمضائف، الحذر واجب، لكن هذا لا يعني أن نتخلى عن طقوسنا، عن
عن مثلا مناسباتنا، ترى هم هذا اللي يريدونه، يعني هؤلاء من هذا الفعل هم يريدون هذا الشيء، فلا نسمح لهم أبدا. نحيي المناسبات، نحيي مناسبات أهل البيت، نحضر في المجالس، بل نخلي المجالس تكتظ بالمحيين وبالمؤمنين، لكن مع الحذر. فكر على كل حال لا يحترم أحد حتى من يشترك معهم في العقيدة. الغريب في هذا الفكر الداعشي، ولا اليوم سبحان الله قاعد أشوف كلام ينقله التلفزيون السوري، يقول بعد الدليل وكذا وغيره تبين بأن البحرين قاعدة كلش مهمة لداعش. يبين نحن عندنا أدرى مو داعش في السعودية أو في سوريا أو في العراق، هنا في البحرين داعش موجودة، ولكن متى يؤذن لهكذا أجلكم الله كلاب أن تنبح. أن ساكتون على كل حال، ولكن موجود. فلذلك لا بد من تطويق هذا الفكر، لا بد من تبيين هذا الفكر للناس، لأن هذا قلنا يعني ممكن حتى يتأثر فيه أولادنا، يتأثر فيه كذا فكر هذا الداعشي. مثل ما قلنا هو ما أنا مستيقظ شاف روحه بهالفكر الضال، مو نتيجة تربية وتعليم. وانتم شايفينه بالتلفزيون، يعني يجيب لك طفل أبو 5 سنوات يعطيه مسدس مثلا ويعلم على كيف مثلا يرمي من المسدس، يعلم مثل كثير أمور يقوم بها، يتلفظ ببعض الألفاظ في شنو، في سب وذم الآخر. أمير المؤمنين سلام الله عليه من خلال هذه الكلمات أراد أن يلقي الحجة على الجميع، بتقول كافر سلمنا وإياك كافر، ولكن على الأقل إنسان، وهذا الإنسان ما له حقوق وواجبات، ما له حق الحياة على الأقل. مشكلة إذا تريد تلغي كل واحد يختلف معك في الفكر، هذا الفكر الإلغاء الإقصائي مشكل. وإلا اليوم ليش منتعلم ونتخلق بأخلاق الله سبحانه؟ اليوم إذا تعداد العالم مش قد فيه من الأنفس، يقولون قرابة 7 مليار موجود على الكرة الأرضية اليوم، تعرف حسب الإحصائيات بأن أكثرهم كفار. يعني نحن المسلمون يمكن نمثل شيء بسيط بالنسبة للكفرة والكفار، لكن ما سمعنا لا ديننا لا قرآننا لا نبينا لا أهل البيت كذا قالوا بأن الكافر لا بد أن يقتل. نعم حاربك حمل معك عليك السلاح، نعم تدافع عن نفسك، أما أن إنسان آمن في بلده في كذا ولم يمد لك لا سلاح ولا يد سوء تعتدي عليه وتقتل بأي سبب بأي دم، يعني كل حال ما موجود إلا عند هؤلاء. من لم يكن معي فهو ضدي، هذه النظرية البوشية. إذا ما تكون وياي، لذلك تشوف اليوم هم تصارع بينهم وبين بعضهم، فكر ويا فكر، هو فكر واحد، يعني السلفية كلهم يأتون من منبع واحد. لكن تعال شوفهم اليوم بسوريا، جبهة النصرة حرب ضروس مع داعش، مو فكر واحد ومنبع واحد ومنبت واحد، لكن حتى إذا شوي صار خلاف في بعض الجزئيات خلاص لابد أن ينتهي. شنو هالفكر هذا؟ شنو هالبلاء والطامة العظمى التي ابتليت بها الأمة بل الإنسانية اليوم؟ هؤلاء خطر على الإنسانية جمعاء. ولكن من يبحث في الجذور، اللي يبحث في الجذور، ما حد ممكن يسأل يقول إذا الآن شنو السبب يعني وشنو الحل، لماذا هؤلاء؟ يعني مثلا الآن صار الانفجار هذا بالدمام وقلنا خلاص سوف أصوات تخرس مثلا وتسكت كذا، لا والله تحصلهم بتويتر وغير تويتر وغير وسائل الاتصال جاي شنو يؤكدون هذا الآن نفدتم من هذه العملية، ولا ويقول لك يعني يزفون الشهيد كذا الذي قام بالعملية يعني وتوقع القادم من الأيام ما يكون أكثر وأكثر، يعني مو ساكتين الآن، نحن جاي نعد ونشتغل على هذا الموضوع. السؤال ليش؟ وأنا كثير ما من يوم صارت قضايا سوريا والعراق وكذا، شلون ننتهي من هذه القضايا؟ هم يريدون حاجة واحدة،
وأنا أتوقع منكم في مأمن إلا بهذا الشيء. شنو هذا الشيء؟ يريدون أن يتخلى عن أهل البيت عليهم السلام، يريدون فكر أهل البيت يلغى، وهذا الفكر الذي لا يعرف من وين جاي هو الذي يشيع ويشيع يكون موجود. يريدون التخلي عن هذا الرجل أمير المؤمنين سلام الله عليه. لذلك كما قال أحد العلماء، أنت اليوم لو تتخلى عن أمير المؤمنين كل مشاكلك في الدنيا ممكن تنتهي. اليوم كثير من المشاكل اللي يعيشها الشيعة فقط لأنهم يوالون علي بن أبي طالب عداء دفين قديم وإلى اليوم وسوف يبقى ليوم القيامة. كل مشكلتهم مع هذا الرجل. يعني حتى في العراق اليوم تريد العراق يستقر اتركوا علي. في الخليج نحن خصوصا في البحرين كل قضايا نمكن تشوف قضايا اسكان وكذا وغيره ودا، لا 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 ارجع للجذور بشوف علي بن ابي طالب. يريدون ان نتخلى عن هذا الانسان. لكن السؤال شنو الحياه بعد علي؟ ومن غير علي شنو الحياه؟ لها طعم؟ والله ألف موت ولا علي ينترك على كل حال. وإحنا نقول لهم قطعتونا قتلتونا فجرتونا فعلتم ما فعلتم، فإن القتل لنا عادة وكرامتنا من الله الشهادة، ونحن في هذا الطريق مع علي ولن نتركه أبدا، لأن علي بن أبي طالب مو جاي يتركنا. علي بن أبي طالب دائما معانا في كل مصيبة في كل شدة. أنت وين تنتخي؟ مو بعلي. وعلي أبدا لم يترك شيعته. ويكفيك هذا الكلام من رسول الله صلى الله عليه وآله، شلون تترك إنسان هذا مقامه؟ أنت يا علي وشيعتك على منابر من نور حولي في الجنة. إلا عند هكذا بشرى يترك هكذا مولى، يترك هكذا إمام. لذلك إحنا بعد عدنا نشدة وعدنا نخوة يا علي، نقول له بعد شلون ما تحضر لنا بهالشدات؟ أنت وين ما ينتخيك إنسان في شرق الدنيا أو غربها تحضر له، مو أنت المعروف في ألسنة الناس حامل جار حامل دخيل منجل عذرة. لذلك احنا نخوتنا ولك يا أمير المؤمنين تحضرنا، مشيعتك اليوم تعال شوف في كل مكان جاي يهددون جاي يقتلون. وهذا مثل ما قال للحارث الهمداني، يا حار همدان من يموت يرني من مؤمن أو منافق قبلا. أنا موجود وياكم حتى في أحلك الظروف. أمير المؤمنين ما يترك مواليه وشيعته أبدا. لذلك التشايف عندما توفي سلمان، سلمان وين مات؟ سلمان مات في المدائن. أمير المؤمنين وين؟ في الكوفة. يقولون أمير المؤمنين في ليلة واحدة استطاع أن يذهب لسلمان في المدائن بطريق المعجزة وطي الأرض، حضر تغسيله تكفينه الصلاة عليه واراه الثرى، حضر يم سلمان. وأنا أقول له تعال احضر لشهدائنا هؤلاء، احضر لأبنائنا، احضر لشيعتك يا أمير المؤمنين. لكن عندنا عتب وياه، نقول له سلمان بينك وبين الطريق طويل يا أبا الحسن، شعجب الحسين يمك قريب ما حضرته ما غسلته ما كفنته. لذلك الشعر شي يقول؟ شهار عن سلمان وتعنته، شهار عن سلمان وتعنيته، وحسين يمك ليش ما حضرت؟ شهار عن سلمان وتعنيته،
وحسين يمك ليش ما حضرت انت لله داعية حق ودليل وللنبي مثلك ابد ما يصح مثيل انت انت البرد نار الخليل يفور قلب حسين ما روت يفور قلب حسين ما روت انت جنة الله ونار والحساب انت حامي من الهدى وذاك الكتاب انت انت الترجم الموسى الجواب ليش صاح حسين ما سمعت ليش صاح حسين ما سمعت يا منيع الجار يا عز الذليل يا مطوع الجين يا حام الدخيل شلون صبرك وانت تنظر للعليل مقيد ومكتوف ما فكيت والله مقيد ومكتوف ما فكيت انت حلال المشاكل من تضيج انت ما يبعد على حصانك طريج انت حكم النار عندك والحريج بالمخيم واج ما طفيت بالمخيم واج ما طفيت بعد عيدة انت حلال المشاكل من تضيج يا ابا الحسن انت حلال المشاكل من تضيج انت ما يبعد على حصانك طريج انت حكم النار بيدك والحريج بالمخيم واج ما طفيت بعد والكبير اللي تشب نار القلب ممشى زينب والحرم ويال غروب والزلم عادلها تجتل بالحروب وشتم زينب للشمر عدت وشتم زينب للشمر عدت هذه واحد انتخب أمير المؤمنين سلمان وراحل أكو واحدة ثانية أيضا انتخب بأمير المؤمنين لكن العجب جاها أمير المؤمنين وخلاها وتركها وحيدة بهالظلام وما حد وياها من تخيل زينب بليلة 11 واقفة على باب الخيمة تصق راح براح وش تقول يا بو قيت محيرة بوصف جبلدي والله بو قيت محيرة بوصف جبلدي لا عباس يبراني ولا حسين والله يضربوني من تنمل دمعة العين والله وتظل دمعة بصدر تكسر يا ابويا ابويا حسين مات ما حد وقف دونه ولا نغار غمضنا عيونا والله ولا بحلقة ما يقطر والله ولا واحد بحلقة ما يقطر أتخيل أمير المؤمنين عندما جاء لزينب في ليلة 11 شلون جاء مضيق لثاما زينب تقول يا سواد شمري عنا فلا يوجد في المخيم ما يسلب
عيونها. يشوف كل ما تتكلم هالمرأة، كل ما تتكلم زينب، دموع أمير المؤمنين تنهال على خده. بس ما تعرف كل ما تحكي وهو يسمع، وانا سمعت كلامه من غير نور يلوح ومضيق الثامة. وكل ما حكى الدمعة على خدم تهامة، نادت تصد والله انت خاتم فحل رجال. اما تصد لو انت خب غوث المنادي، من الجيل عذراء ناصر محمد الهادي. لما نسمح قال ذوبتي افادي، لا تعددين مصيبتك ما ضل لي حال. مصاب اللي صابك صاب قلبي يا حزينة، تخبرين من شاف المصيبة نصوب. قالت من انت؟ قال انا الما تنكرين، انا ابوك بنتي علي ما خف الحال. انت ابويا ويلش المانعك، ما جيت يوم اللي انت خينا، لو ما سمعت اصوات نحيا انت خير. قلها يا بنتي ما خف حالك علينا، لكن اش بيدي ورايد الله لك بهالحال. رد الخبابار علي لك والخواتين، وانت لوين تروح قال الهال. الغريين ما اقدر عبات بكربلة واسمع هلونين، وما اقدر اشوف حسين يتعثر بالرمان. والصوم يالله وروح يا من الجيل عذرة، ما تقدر تشوف حسين مرمي فوق غبراش. حال اللي شافت شمر صاعد فوق صدره، هبره وداجه وشال راسه فوق عسه. قم يا علي فما هذا القعود، وما عهدي تغض علي الأقدام. أجفى اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إنا نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله، فرج عنا وعن جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات في مشارق الأرض ومغاربها، فرجا عاجلا كلمح بالبصر أو أقرب من ذلك. اللهم اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات، لا سيما جرحانا، من عليهم بالشفاء والصحة والعافية. اللهم فك أسرانا وأسيراتنا من السجون عاجلا. اللهم ومن أراد بشيعة آل محمد سوءا فأرده، ومن كادهم فكده. اللهم اشغل الظالمين بالظالمين، وأخرجنا من بينهم سالمين. اللهم ومن اجتمعنا لسببهم وقرأنا هذا المجلس على أرواحهم، هؤلاء الشهداء، شهداء القديح، شهداء الدمام، شهداءنا وشهداء المؤمنين والمسلمين جميعا، اللهم احشرهم مع الحسين وأولاد الحسين وأصحاب الحسين.
الحسين يا رب العالمين، واخلف على عقبهم في الغابرين، وعندك نحتسبهم يا رب العالمين. وإلى أرواحهم وأرواح المؤمنين والمؤمنات، لا سيما الفقهاء والشهداء وخدمة الحسين ومن مات على الإيمان، نهدي للجميع ثواب سورة الفاتحة تسبقها صلوات.